لسه مكملين من على ريد كاربت دير جيست مع واحد من اساتذتي دكتور عمرو عبد الحميد المدير عام لقناه تن والاعلامي الكبير قوي. برحب بحضرتك. اهلا بك يا هند، سعيد بكون ان اكون معاكي دايما. اهلا بحضرتك دكتور عمرو. احنا دلوقتي موجودين في دير جيست، واحد من المهرجانات الكبيره جدا اللي بتكرم اعلاميين وفنانين. حضرتك بتشوف اهميه مهرجان زي ده ايه؟ بصي، مهرجان دير جيست من المهرجانات طبعا القوية جدا والرائعة جدا، واللي بتجمع إعلاميين وصحفيين وفنانين وفنانات وكل العامل ومنتجين، كل العاملين في الحقل الإعلامي والتلفزيوني والدراما والسينما أيضا. عايز أقولك إنه الحفاظ على هذا التقليد ده في حد ذاته مكسب، والحفاظ عليه وإقامته في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها، ظروف كورونا، ده برضو من ضمن الحاجات اللي يحسب أو تحسب لصناع المهرجان والقائمين على المهرجان. احنا في قناة تن سعداء جدا ان احنا نكون احد الرعاة الاعلاميين، ويعني بصراحة ده شيء بيسعدنا وده شيء بيخلينا دايما نطمح الى الاحلى والاحسن دايما. دكتور عمرو، خليني اروح لحاجه كل الناس بتبص لها، في ناس بوزيتيف ونيجاتيف، سوشيال ميديا. بتتعامل ازاي مع السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا مهمه جدا لكل كل اعلامي واعلاميه وكل العاملين في الحقل الصحفي والاعلامي، لكن في حدود، يعني لو احسننا استخدامها. اخر حاجه عايزه اسالك عليها، السوشيال ميديا ايه اغرب حاجه اتقالت لك او اغرب كومنت او مسج جات لك على السوشيال ميديا؟ كتير 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 كتير. يمكن اللي في ذهني دلوقتي، كنا زمان وبعد ثورة 30 يونيو، فيعني الاتهامات بقى اللي بتيجي من الإخوان، يعني اتهامات مش عايز أقولها دلوقتي، لكن صعبة. حاجات غريبة كانت، حتى الكومنتات بتبقى الناس بتضحك على هذه الاتهامات. أنا بشكر حضرتك، شرفتني وببارك لك على وجود حضرتك ووجود القناة في واحد من أهم. ربنا يخليكي، والقناة طبعا موجودة بيكم وموجودة بيك، أنت دايما منورة شاشتنا، وأنا طبعا متابع مسيرتك من الأول لغاية دلوقتي، بسم الله ما شاء الله في تقدم كبير جدا. بشكرك شهادة أعتز بيها، بشكر حضرتك. شكرا.